أحسن الله إليكم. محمد أبو بكر بعث رسالة فيها سؤالان، يقول في أولهما: إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها، هل يصح لها أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل؟ وهل عليها طواف وداع؟ إذا نفست المرأة أو حاضت بعد إحرامها أو أصابها ذلك قبل الإحرام، فإنها تحرم، تحرم وهي حائض أو نفسة، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإن عائشة رضي الله عنها حاضت بعدما أحرمت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية رضي الله عنها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أو حابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله، يعني طافت طواف الوداع، طافت طواف الإفاضة. قال: فانفري إذن، وأسقط عنها طواف الوداع. الحاصل أن المرأة الحائضة والنفساء سواء قبل الإحرام أو بعده تنتظر، تبقى في إحرامها وتنتظر حتى يزول عنها الحيض أو النفاس، ثم تأتي بالمناسك. نعم، أحسن الله. تأتي بالطواف، تأتي بالطواف والسعي، لأن السعي مرتبط بالطواف. نعم.